الحروب تأثيراتها مختلفة على الأطفال، اضطرابات القلب تهدد مرضى كورونا، حل منزلي لزيادة شهية الأطفال. المزيد في العربية صحافة، أهلا بكم. أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحرب أو الذين يفرون منها معرضين بشكل متزايد لخطر المعاناة من مشاكل الصحة العقلية، ويتفاعل الأطفال بشكل مختلف مع المواقف التي يشهدونها أثناء الحروب، فقد يكون بعض الأطفال أكثر تأثراً وقد يكون من الصعب تهدئتهم، فيما يميل بعض الأطفال في هذه الظروف لأن يكونوا أكثر انسحاباً ولا يطلبون الكثير من الاهتمام، الأمر الذي قد يجعل الأهل يظنون أن الطفل يتدبر أمره بشكل جيد، لكن في بعض الأحيان تكون هذه علامة على الأشياء التي تدعو للقلق أكثر من غيرها، لأن هؤلاء الأطفال ينسحبون فهم يستوعبون الكثير مما يحدث. مضاعفات محتملة قد تطال بعض الأشخاص على صعيد صحة القلب والأوعية الدموية بعد أشهر على إصابتهم بفيروس كورونا، فقد أكدت أكاديمية الطب الفرنسية أن المراقبة السريرية للقلب والأوعية الدموية ضرورية لدى جميع المصابين بكوفيد-19 حتى لو كانت الإصابة خفيفة، وأشارت الأكاديمية إلى وجود صلات خطيرة بين كورونا وأمراض القلب والأوعية الدموية بناء على دراسة حديثة عدة. ومن المعلوم سابقا أن مرضى القلب والأوعية الدموية يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالأشكال الخطرة من كورونا. يمثل إطعام الأطفال وحصولهم على تغذية كافية ومفيدة تحدياً كبيراً للكثير من الآباء، خاصة خلال سنواتهم الأولى، إذ يختار الأطفال الأطعمة ذات المذاق الجيد، ما يترتب عليه عدم الحصول على تغذية صحية متنوعة. وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا، يمكن الاستفادة من بعض المكونات البسيطة المتاحة في المنزل لعلاج مشكلة نقص شهية الأطفال، منها مشروب القرفة والريحان الذي يساعد في زيادة معدل الأيض ويحسن الشهية، ومزيج الخل والليمون، ويوصي الخبراء بإعطاء الطفل ملعقتين كبيرتين كل يوم بهدف تحقيق نتائج ملموسة في الشهية وزيادة معدل الأيض والتمتع بصحة جيدة.